العاطي على العاطي، في رزقه دايما متوكل، والبحر باب مفتوح على الخير، فاتح بيوتنا وبيأكل، والبحر يلزم له مراكبي، والمركبة عايزة النجار، وعشان كده عبد العاطي له باع طويل في أصول الكار، عاش للمراكب في الورشة، في عزبة البرج في دمياط، تشكيل حديد، صب هياكل، ترميم وتجديد الدهانات، لأجل المراكب ما تعمر لازم ما يدخلهاش ميه، وعشان كده بقى في مهنه سموا اصحابها الافطيه. اصل السفن زي بيوتنا، الخشبه بمقام الطوبه، وعشان كده في نهايه العام بيغيروا لها الاسطوبه. معلم محمد ابو المعاطي، فاحلى مكان في مصر. احنا فين؟ احنا فين يا محمد؟ احنا في عزبه البرج. في عزبة البرج. اليمة دي ايه واليمة دي ايه؟ دي عزبة البرج، واليمة التانية راس البر. راس البر على طول. واللي يفصلنا ده النيل، نهر النيل فرع دمياط. بس النيل عندكم مختلف، حركته اسرع لانه خلاص هيصب. هيصب صح؟ ده احنا في منطقة المصب. احنا في المصب. في المصب يعني المايه هنا مالحة عن؟ لا مش شرط، لما مش يكون النيل مفتوح بتبقى حلوة. تبقى حلوة لان منسوب النيل على من البحر. مظبوط. طب واحنا هنا انت بتعمل ايه؟ معلم بناء سفن ومراكب، ايه اللي احنا احنا فين؟ دي مراكب صيد. ها؟ احنا بنشتغل هنا، بنصنع مراكب صيد. ايوه. خشب وحديد. بس بتصنع وكمان بتطلع. بنصنع وصيانه. بتصنع وتصيد. صيانه وتصنيع. صيانه وتصنيع. يعني في مراكب من اللي معموله دي جايه هنا صيانه. 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 ها؟ انت في المجال ده بقالك قد ايه؟ من سنة 96. 96. قبل كده كنت باجي عيل صغير. كنت صغير قبل. ما اشتغلناش مسؤولية إلا من سنة 96. اشمعنى يعني؟ خلصنا دراسة. اللي خلص دراسة يجي على طول الكلية بتاعتنا. لكن غويتها إمتى؟ من زغري. أي حد بيجي على البحر ما بيروحش البيت. يجي على البحر بعد المدرسة. ما بيروحش البيت، هما بيجوا يجيبونا من الورشة يروحونا. أنت والدك صانع سفن وجدي صانع سفن. طول انا ورث المهنه جد ابا عن جد. بس انت عزباوي اصلا ولا من دمياطي؟ دمياطي. وجيت بس احنا في العزبه من سنه 89، مقيمين في العزبه من 89. من 89. ووالدك اتعلمت منه ولا اتعلمت من مين؟ طبعا والدي. من والدك. والدك اتعلم من والده. من والده. والدك كان يعني ايه بالنسبه لك في صناعه السفن؟ عبقري. انا كنت بتفرج عليه بس استمتع باللي بيعمله. بيعمل ايه يا محمد؟ كل حاجه يعملها، كل حاجه. مش شهادة الناس، لان طبعا انا جيت وهو بيشتغل في الشغل، اللي كان بيجي يتكلم يقول لي بتشتغل مع ابوك ازاي؟ كان شديد عليك؟ جدا. ليه؟ مش عايز يعلمنا. عايز يعلمنا. من وانت قد ايه؟ من 10-15 سنه. يشد عليك ازاي؟ تمسك قصاده حاجه؟ تمسك قصاده، واللي ما يجيش الشغل الساعه 8 ما يجيش يروح، يكمل اليوم في البيت. يكمل في البيت. كان بيديك يوميه يعني؟ ما تكمل طبعا. بيديك يوميه؟ طبعا بيديني يوميه. انت متعلم ايه يا محمد؟ انا تعليمي خريج دبلوم بحريه، وبكمل تعليم مدمج كليه زراعه جامعه المنصوره. ايه اللي خلاك تعمل كده؟ عشان اولادي. فعلا؟ عشان اولادي يعرفوا ان انا بذاكر يذاكروا زيي. عايزهم يذاكروا زيي. عشان يذاكروا. والمدام بتاعتك متعلمه؟ المدام بتاعتي متعلمه، معاها بكالوريوس تمريض وبتعمل دكتوراه في التمريض. بتحصل دكتوراه في التمريض؟ بتعمل ماجستير، هتخلصها هي وتكمل دكتوراه. وانت مبسوط بالقصه طبعا؟ مبسوط. هو اهم حاجه التعليم. طب اشرح لي بقى عن الصنعه بقى شويه. يعني بتبتدي هيكل مركب زي ده كبير ازاي؟ اول حاجه بنعملها بنشتري الخشب بتاعه. لازم نتمم الخشب عشان لما نشتغل ما نوقفش. الخشب الاولاني خالص، خشب الشجر. لازم يبقى خشب شجر. لازم خشب شجر، اللي هو التوت او الكافور او الصنط. اشمعنى الانواع دي؟ هم دول اللي ينفعوا في البحر. خشب جامد واستعمل الشجر عمرها 100 سنه و70 سنه و80 سنه اللي بنشتغل بيها. ناشفه موت. ناشفه خالص. مش ناشفه، هي عمرها عشان تكبر اشتغل انا بيها عمرها 70 سنه. انت محتاجها تبقى كبيره قوي. كبيره، مش شرط الطول، اهم حاجه تتوصل بقى. تتوصل كده. كله يتوصل. جيب الخشب نتممه وبعدين نشقه ونسيبه يتهوى شويه، وبعد كده نبدا نشتغل فيه. بالتدريج كده بنبني من تحت لفوق. صحيح. ومن بره يتجلد بقى خشب. خشب سويد. سويد بقى بتاع بره ده اللي هو مستورد. ايوه. وفي الاخر الدهانات تمام. صحيح؟ صحيح. ياخد قد ايه مركب كبير زي ده عشان يتعمل؟ ياخد قد ايه الزبون لو جاهز؟ ياخد 8 شهور.
لو جاهز. لو جاهز 8 شهور حسب كأنك بتشطب بيت، حسب اللي بيدي لك فلوس كأنه مقاول بيت. هو اللي الدفعه اللي بيجيبها لي انا بجيب له حاجه، اللي يجيب لي دفعه بجيب له بضاعه. اغلب المراكب دي يا محمد بينزلوا البحر مراكب صيد ولا مراكب سياحه ولا؟ في سياحه وفي صيد. ما هو الصيد كذا مهنه مش مهنه واحده. ما بتعملوش يخوت يا معلم يعني من جوه بقى الشيك بقى زي بتاع بره؟ عملنا. ومن جوه تفرشها ازاي؟ هو بيجي كتالوج موديل للسنه، يعني ممكن يشطب قطر من جوه تقلده بتوع بره بالفايبر يعني؟ هو يشطبه من جوه وخلاص، ويجي الكتالوج الموديل الجديد يشيل اللي هو عمله عشان يعمل جديد، لان السايح بيجي عايز الحديث. قصدك السروجي يعني ولا من جوه؟ قصدي الشياج يعني، مثلا عم تركب يخت بتوع بره ماركات العالميه زي حلو كده. من بره الاغلبيه واحد. من جوه التشطيب بيفرق بقى. ايوه طبعا. هو ممكن يشطب مركب ويعجبه وينزل كتالوج جديد موديل السنه. عايز يوضبه. نشيل دي وشيل دي وشيل دي، بعد ما شطبه نشيله. بيجي لك ناس كده؟ بيجي. بيجي. طب مين احسن زبون دلوقتي شغالين عليه؟ احسن زبون؟ الصياد. 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 مين بينقي اسامي المراكب دي؟ اصحابها. الرساله. ابو صابرين. اسم بنته. بركه الحج. كتير كاتبين بركة الحجة وبركة الحج. والده والدته. والده أو والدته. بنته مثلا باسم بنته باسم ابنه. أنت أولادك اسمهم إيه يا محمد؟ أحمد وكريم وسلينا. وسلينا؟ سلينا. مين منقي الاسم الأرافرانكا ده؟ كريم. كريم اللي منقي الاسم؟ كان بيختار أسامي والدته وبعدين قال لها هنختار الاسم ده. حلو. المركب لو فضلت بره كتير تبوظ ولا لو فضلت جوه كتير تبوظ؟ كده وكده. يعني لازم من ده على ده. بر مائيه. في الصيف الخشب يبوظ فلازم ينزلها يغطس. وفي الشتاء ميه تبوظ. اكتر الناس بتطلع العمارات في الشتاء اللي هي ايام النو والحاجات دي، هو بيطلع في الشتاء عشان هو ما ينفعش يسرح البحر. طب بقول لك يا محمد، انت الصناعيه بتوع والدك ما فيش حد قديم منهم معاك ورثته مع الصنعه؟ انا ورث اثنين. ورث اثنين. مين؟ استاذ محمود دلوقتي هوريه لحضرتك. والسيد محمود. والسيد مين فيهم كبير ترشحه يكلمه؟ استاذ محمود. استاذ محمود. راس البر مدينه في دمياط، كانت والفتره طويله اشهر مصايف مصر، بتطل على البحر المتوسط وبتقابلها من الناحية التانية عزبة البرج، ودي تعتبر إحدى جهات صناعة السفن واليخوت في العالم. بتتميز المدينة بكثرة الشواطئ وأشهرها كورنيش البحر وخليج راس البر، لكن تفضل منطقة اللسان أهم مناطق الجذب السياحي براس البر. بيرتبط النيل بالبحر المتوسط هنا في منظر نادر، عبارة عن جزيرة على شكل مثلث راسه منطقة اللسان، وضلعه الشرقي في النيل والغربي في البحر. راس البر مدينة بتشتهر بالأسواق، يمكن أشهرها سوق مدينة العرايس والسوق العمومي، ده غير شارع النيل المشهور بالمحلات التجارية والمطاعم والكافيهات والخروجات. بيسموك الاستاذ ليه يا عم محمود؟ ان انا حاصل اصلا على بكالوريوس تربيه رياضيه دفعه 80 81. ها؟ فالناس اللي تعرفني كلها ما تعرفش باسم معلم او محمود او كده، الناس معظم الناس هنا تعرفني بالاستاذ. باسم الاستاذ. علشان موضوع البكالوريوس. عشان موضوع البكالوريوس. اتعينت يعني في الكليه؟ لا ما رضيتش اتعين. ليه ما اتعينتش؟ لان انا اتعينت، انا كنت صديق والدي الله يرحمه. صديق والدي؟ وكنت في العهد ده سنه 80 كنت بشتغل اليوم ب 10 جنيه. ها؟ يعني في الشهر ب 300 جنيه. حلوين. وكان الراتب الاساسي في العهد هو بتاع المقاولات العليا 22 جنيه. وانت بتكسب 300؟ وانا بكسب 300 جنيه. كسيب. وبشتغل ولا اتعين؟ تشتغل طبعا. اشتغلت في نفس الوقت، كان ابويا الله يرحمه كان صديق ليا، ما كانش اب. ما رضيتش اسيبه واتخلى عنه في المهنه، طبعا كان راجل كبير وان انا اسيبه لوحده. فاشتغلت معاه وكتفته وسبت الوظيفه. هو كان قسطه برضه بتاع تصنيع. كان نجار. كان نجار برضه نفس المهنه. نجار سفن مش نجار اي حاجه. لا نجار سفن. وجدي كان نجار سفن برضه. برضه. انت اصلا من عزبه هنا من عزبه البرج؟ لا انا اساسا دمياطي من مطريه، بلد اسمها المطريه جنب تبع الدقهليه. تبع الدقهليه بس المدينه القريبه بتبقى دمياط. اقرب بلد لنا دمياط. مش كده؟
ها انا عايش هنا في دمياط من سنه 70 وانا في الدراسه. من 70؟ من سنه 70 يعني 52 سنه الوقت عايش في دمياط. انت عندك كام سنه يا اهل؟ انا عندي 69 سنه. ما شاء الله ربنا يديك طولة العمر والصحة. اشرح لي كده يعني مثلا اللي احنا اللي قدامنا دي عرضة مركب. دي عرضة اسمها عرضة بطوس، غطا بطوس بتتحط فوق هنا. ايه البطوس ده؟ ده البحيرات الفوقانية دي اسمها بطوس. الحتة ده هي. ده المدور المركب كده من ورا لقدام. اسمه البطوس. فدي عرضة بتتحط فوق البطوس، اسمها عرضة بطوس بتتحط هنا. كأنها كوبيستا يعني يا عم محمود. ايوه. طب اسمع يا عم محمود. اتفضل. المراكب لما شفنا الهياكل بتاعتها في زي من زي عظمه زي السمكه كده الترابل تحت. اسمه ايه؟ الترابل. الترابل ده اللي هو التحتاني ده اساس المركب، وبعدين طالع منه بقى القفص الصدري بتاع المركب. الدمنيه اسمها البدن. البدن اللي في النص ده بقى اسمه العظم بتاعه. العظم. هو شكله زي الحوت. زي العظم بالظبط، لما تيجي تفسريها زي عظم السيدي بتاع الانسان. ايوه بالظبط. وبيتكاس عليه الخشب من بره ومن جوه، وانت اللي تحدد له تخانه. وانا اللي بحدد بقى التخانه، وبحدد الطول، وبحط العرض، وبتخنه حاجه اسمها تخانه. ازاي عشان امسحه يعني؟ ده تخين يعني، ده متخن وقت داخل تخانه ناعم. غير بقى حضرتك، غير لما يكون خشب مشوق. دي خشبه ايه مثلا؟ دي كافور، اسمه كافور. حلو. ده حضرتك خشب ده مشوق خشن شويه. أيوة. انما لما بخش على التخانه بتنعمه. بادواتك ايه بقى اللي بتعمل بيها الحاجات؟ الادوات بتاعتي ده اسمه ربع كهربي. ده ربع كهرباء. ده ايه ده؟ ده ربع بمسح بالخشب دي وبكسر بالسوك بتاعه الحاجات دي. كانها صنفره بس مكنه. بتيجي لاخر الصنفره دي لاخر مرحله. بعد كده بستخدم الشنيور ده عادي، مؤاخذه بخربه هنا الخشب ده وبعدين بصمر مكانه. بتستعمل مسامير. ودي مسامير اللي بتستعملها الصلب دي؟ في صلب وفي مسامير اسمها حدادي، ده يعتبر اكبر مسمار. 15 سم في 10 وفي 12 وفي 8 لغايه 6 سم، ولغايه المسمار الشيشه اللي هو صغير ابو راس ده بنشتغل في الابلكاج. كم صنايعي عشان يعملوا مركب كبيره زي اللي احنا قاعدين عليها دي؟ والله هو ممكن يبقى 4 وممكن يبقى 6، وكل ما بيزيد العدد في الصناعيه كل المركب ما بياخدش وقت اكتر. اسرع طبعا. بيبقى اسرع. وهنا في العزبه النظام يعني متوسط الوقت وعدد الرجاله قد ايه؟ هو يعتبر 2 صناعيه بياخد في المركب، يقعد معاهم سنه. اما يكون جوز صناعيه. 2 صناعيه يعملوها؟ المركب دي كلها؟ انت ايه رايك في عيشه البحر يا عم محمود؟ عيشه البحر يا استاذه عيشه جميله جدا وعيشه حلوه، والاكل يكفي ان الخير بيطلع منها. عمرك طلعت معاهم يا عم محمود؟ مره واحده في حياتي اللي طلعتها. قعدت كام يوم؟ كان في السويس، قعدت الثلاث ايام، ودخلت البر في اليوم الرابع. وبعدين؟ ما رجعتش تاني. في ناس بتوع ميه وناس بتوع بر، ها؟ النجار ده بتاع شجر؟ لا، النجار ده بتاع بر. بتاع بر، بتاع مكانه بر. شغل مكانه على البر. انما دول بتوع البحر دول مكانهم هم على البحر ناس أساساً تانية. عشيتهم في البحر ناس تانية. تفتكر اجرأ مننا؟ بكتير بكتير. شكرا يا عم محمود، الكلام معاك جميل، وانت راجل شبه البحر. الله يكرمك. وشك الله شبه البحر. الله يخليك. كله خير ان شاء الله يا رب. يا ان شاء رب. الله يا رب. عم محمد. ايوه. انت اللي بتعمله ده يعتبر صيانه للمركب؟ مش صيانه، ده اساس المركب الخشب اللي هي صنعه الالفطه، اللي انا بحط اسطوبه بين اللوح واللوح عشان ما يسربش ميه داخل المركب. ايه هي الاسطوبه دي؟ الاسطوبه دي ماده بتعزل الميه اللي هي تدخل جوه المركب. ده معمول من ايه ده يا عم؟ ده بيبقى حبال وبتجي لنا من روسيا ومن فرنسا، واحنا بنمزها بنفكها. بس الحبل ده مش قطن يا محمد، ده ايه؟ لا زي الكتان كده. كتان؟ زي الفراعنه كانوا بيعملوا بيه في المراكب. زي الكتان ده بتاع الفراعنه. اصل المركب اصلا بيبقى محشور ده في وسط العروق بين اللواح. بين اللوح واللوح. اي مركب خشب بين اللواح لازم نحط له الماده اللي هي الاسطوبه. طب وريني كده بتثبتها بقى ازاي؟ بثبتها اهو سيادتك. وريني يا عم محمد. بنجيب الأسطوبة كده، ودي اسمها بنفتلها كده. تفتلها كده؟ لازم تتفتل كده. لكن انت اما بتشتروها الاول؟ لا، بتبقى بقى جايه لنا حبال بنقطعها وبنمزها. مين اللي بيمزها ده؟ انت برضو؟ لا، في ناس بتبقى شغاله في الشغلانه ده اصلا، ستات اللي هي تمزها. حريم ستات. تقعد تفركها من بعضها، تقعد تمزها كده. طب يلا. زي ما بتقول انت بتدككها جوه المركب كده. ولازم خليها مزنوقه جامد كده عشان برضك تعيش بين اللوحين.
وده بال بقى الموضوع ده اسمه الألفطة يا عم محمد. الألفطة، لأن الألفطة دي أصلا هي روح المركب. الألفطة روح المركب. روح المركب الخشب. والصنايعي اللي زي حالاتك اللي بيألفط كده اسمه إيه بقى الصنايعي ده؟ ألفاط. 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 ودي اصلا تعتبر اهم شيء في المركب الخشب، هي صنعه الالفطه، لان المركب الخشب لو بيسرب ميه عمره يقصر، لان الخشب بيشرب ميه من طبعاً الداخل، فيحمى بقى ويجي له مرض اسمه حمو الخشب. حمو الخشب. يحمى من جوه العود، العود اللي هو ايه اساس المركب الخشب، اللي هي العيدان اللي احنا مصمرين عليها اللواح دي. العود ده طبعا لو شرب ميه وسرب ميه من بين اللواح بيشرب ميه، فالعود يطرى طبعا، المركب كلها بقى تتداعى. فهو اصلا يعتبر الألفاط هو دكتور المركب الخشب. دكتور المركب طبعا. طب والألفاطة دي تحصل في عمر المركب كم مره يا محمد؟ الألفطة دي كل المركب الخشب بينزل بيقعد سنة في الماء وبيطلع يتعمل له الصيانة اللي انت شايفاه. يعني كل سنة الألفطة كل سنة تتعاد. لازم بيتمر على المركب الخشب كله، لأن لو أورا دي اسمها أورا. أورا. أورا وأرموز زي ده بيسرب مية يبهدل أرموز. الدنيا. أرموز؟ اسمه أرموز ده. أرموز. ده الأرموز. اللي هو بين بين الألوان. اللوحان بين بعض اسمه أرموز. جميل. بعد كده بيجي دور بقى النقاش. النقاش اللي يمعجن. النقاش بقى اللي يمعجن ويمعجن المسمار ويمعجن الأرموز دي كلها. الصنعة بتاعتك دي في ناس كتير بتشتغلها؟ لا مش كتير طبعًا. قليلين. قليلين لأن ما عادش أصلًا حد بيتعلم الصنعة. ليه؟ لان الوقت الجيل اللي طالع كله، وتيجي بس لحد صغير يجي الواحد يعلمه الصنعه، ما عادش حد الجيل اللي طالع مش عايز يتعب ولا يشقى ولا الكلام. بس انت صغير يا محمد. ماشي، ما هو ما عادش في ألفطيه خالص، الوقت اللي هي يعني محدودين. في كم الفاط مثلا في عزبه البرج؟ في عزبه البرج بتاع 12 او 13 بالكتير. على كل المراكب. على كل المراكب دي. ربنا يخليك يا محمد ويخلي صنعتك ويكثر المراكب ويكثر الالفاط ويزود السمك ويفتحها في وش كل يا الناس يا رب، وعلى كل الناس يا رب. الله يخليك يا الله محمد. يوم جميل يا عم محمد. جميل 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 يا ريس محمد، يا استاذ محمد، يا باشمهندس محمد، انتوا طلعتوا يعني عظمه على عظمه. انتوا شرفتونا والله يا جماعه، والله العظيم اليوم جميل بوجودكم. احنا مش عايزين نمشي، بس الناس كلها احنا معطلينهم، والناس بتحب الشغل عايزين يشوفوا اشغالهم. يلا ما مش حاجه، مش كده؟ مش كده والله، انتوا شرفتونا. ايوه، وكمان عشان اقول لك برده الصنايعي الكبير عمك محمود، عم محمد طبعا جميل جدا جدا، بس عم محمود ده كان شعبه ايه ده؟ تربيه رياضيه. ايه بيقول لي ملاكمه. والله بيقول لي ملاكمه وكره قدم. ما اعرفش. لا الناس رائعه وجميله، وانتوا كلكم ذوق وصنعتكم تجنن. انتوا شرفتونا واليوم جميل بوجودكم والله. الله يخليك يا عم محمد. احنا بقى عشان ما تنسناش، تعالى يا ساره رسمت لك صوره، ان شاء الله يا رب تعجبك. شكرا يا ساره. اتفضل يا عم. البحر فاتح دراعاته للناس عشان تصطاد جواه، مخبي تحت الموج حكايات، عالم كبير جدا وحياة لا عمر حد يجيب اخره، ولا عمره يوم بالاسرار فاض، وملوش كبير لو جاي عايم، وملوش كبير لو جاي صياد، يا يوصلك ولحد الشط يا يسحبك في الدوامة، لازم تهاب البحر عشان تدخل وتخرج بسلام.